تتميز الدول العربية والإسلامية مستمعينا ومنها جيبوتي بعادات وطقوس خاصة باستقبال وإحياء شهر رمضان المبارك. في جيبوتي يتسم شهر رمضان بأجوائه الروحانية الحافلة بالعبادات والطقوس الخاصة المتوارثة من جيل لجيل والتي لم نجدها في سائر الشهور الأخرى. شعب جيبوتي شعب مسلم، وشهر رمضان الكريم بالنسبة للجيبوتيين والجيبوتيات له سفر روحاني تعظم فيه الطقوس الدينية والروحانية، حيث يتم فيه إحياء صلة الرحم والتصدق والاعتكاف لذكر الله تعالى والتقرب إليه. يتم الاستعداد لشهر رمضان المبارك في جيبوتي مسبقا بعدة تحضيرات يحتل فيها الجانب الروحاني الحيز الأكبر. ففي جيبوتي يصوم أهالي جيبوتي شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان، في حين تتعالى أصوات المساجد في آخر جمعة من شهر شعبان ترحيبا بقدوم شهر رمضان المبارك. الجيبوتيون بسطاء، عفويون، طيبون، عطوفون، رحماء، محبون ومتعاونون، تظهر ميزاتهم أكثر خلال هذا الشهر الكريم ومع أولى مظاهر الشهر والتي تبدأ مع الإعلان عن رؤية هلال رمضان عبر الإذاعة والتلفزيون. فيتجمع الجيبوتيون على جميع فئاتهم الاجتماعية واختلاف أعمارهم مهللين فرحين، مرحب مرحب يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، ابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك، شهر المحبة وشهر الغفران وشهر الرحمة. مهللين فرحين شوقا بحلوله ضيفا كريما عليهم، مهللين فرحين بشهر تتنزل فيه مغفرة ورحمة إلهية خالصة. بمجرد الإعلان عن رؤية هلال رمضان يقوم الجيبوتيون باستقباله بالألعاب النارية التي تضيء سماء البلاد بألوانها الزاهية الجميلة، وتزين العاصمة جيبوتي وشوارعها بالزينة الخاصة برمضان بأضواء تعلق في الشوارع والميادين، وتضاء منارات المساجد في العاصمة جيبوتي وفي المحافظات الداخلية الخمس ابتهاجا بالشهر الكريم. شهر رمضان المبارك يأتي إلينا فنغتنمه بالمكاسب والغنائم والحسنات والخيرات وصلة أرحامنا وبالعطف على صغارنا وبرحمة كبيرنا والتصدق فيه على الفقراء والمحتاجين بكل حب وتواضع. شهر يأتينا لنطهر أنفسنا فيه، شهر ننتظره كل عام بشوق وحنين للعبادة الروحانية. يتميز شهر رمضان المبارك في جيبوتي بطقوسه الروحانية والاجتماعية وبالتجمعات العائلية وبالتواصل مع الأصدقاء وفي تلبية الدعوات وبالقيام بالزيارات الودية. الطقوس الدينية في جيبوتي حاضرة طوال العام لدى الجيبوتيين، لكنها في شهر رمضان تكون مميزة لأنها طقوس دينية وروحانية وتعتبر فرصة لإحياء الموروث الثقافي في ذاكرة الأطفال وربطهم بماضيهم وثقافة أجدادهم وبلدهم من خلال إحياء الشعائر الدينية والأكلات الشعبية الجيبوتية التي تذخر بها المائدة الرمضانية الجيبوتية بخلاف الأيام العادية طوال العام.
تسخر المائدة الرمضانية في جيبوتي خلال شهر رمضان المبارك بشتى أنواع الأطباق التقليدية المتوارثة التي نستمتع بها فقط خلال الشهر الكريم، والتي نراها خلال الشهر الكريم دون بقية الشهور الأخرى طوال العام. فالبيوت في جيبوتي أشبه بخلايا النحل خلال شهر رمضان المبارك، تعمل بنشاط رغم صعوبة الصيام وسط جو حار تصل درجته إلى 40 درجة مئوية. عندما يحين موعد الإفطار يفطر الصائم في جيبوتي على تمر وعلى شرب قشر القهوة المعروف عندنا بالمزغولة، ومن ثم يقوم بتناول وجبة الإفطار الجيبوتية الرئيسية كطبق الشوربة الجيبوتي، طبق شهير منذ القدم متوارث جيل بعد جيل. أيضاً من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار الجيبوتية السمبوسة والباقية والخمير واللبنية. حين يحين موعد أذان العشاء يخرج أهالي جيبوتي إلى المساجد لأداء صلاة العشاء والتراويح جماعة، رجال ونساء وشباب وأطفال يعودون بعدها إلى منازلهم لتناول وجبة العشاء. شهر رمضان المبارك في جيبوتي أجواء روحانية تترجمها حركة المساجد التي تمتلئ على آخرها طيلة الشهر الفضيل، وإقامة الخيم الرمضانية وانتشار المبادرات وتبادل الزيارات من الطقوس الرمضانية التي تسخر بالعديد من الخصوصية، حيث تزداد روحانية الجيبوتيين أكثر في العشر الأواخر من رمضان، ففيها يعتكفون في المساجد للتعبد والتضرع لله تعالى. في 27 من رمضان أي في ليلة القدر يقوم الجيبوتيون وأهل الخير بتوزيع زكاة الفطر على الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة. في شهر رمضان تقوم الأسر الجيبوتية بإظهار كرمها وحبها للخير أكثر من خلال تقديم موائد الإفطار والسحور وفي توزيع الخيرات لذوي الفقراء والمحتاجين. كما تقوم بعض المؤسسات الخيرية بتوزيع حقيبة رمضان المحتوية على التمر والدقيق والزيت والأرز والسكر والمكرونة على الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة. شهر رمضان شهر مميز لدى الجيبوتيين والجيبوتيات. رمضان يعني اغتنام الوقت في قراءة القرآن وحضور مجالس الذكر وقيام صلاة التراويح والتهجد وغيرها من الطقوس الدينية والروحانية والمشاعر الإيمانية. إنه شهر رمضان المبارك في جيبوتي، شهر التراحم والمحبة والعطاء بلا حدود، شهر الخير والبركة، شهر التسامح والغفران. إنه شهر العبادة والروحانية في جيبوتي.